وللمزيد حول الغضب الشعبي والحملات الإعلامية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط السياسي العراقي علي الشعلان. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني سنتان تقريبا على اختفاء الناشط علي تشاسف من مدينة العمارة، ونحو 6 أشهر على اختفاء سجاد العراقي من محافظة ذي قار. سؤالي هنا لحضرتك، من يتحمل مسؤولية تغييبهم، وأين من يدعي أنه يسيطر على الأرض في العراق؟ نعم نعم أخي، بالبداية تحياتي لحضرتك والمتابعين الكرام. أكيد أخي، لا يوجد في العراق، بالبداية علينا نعترف أنه لا يوجد دولة أو حكومة في العراق. المسؤول عن اختطاف الناشطين الثوار الأبطال، ثوار تشرين الأحرار الأبطال، المسؤول هو بما يسمى الحكومة العراقية المتمثلة في الكاظمي. ولكن الكاظمي سيدي لا توجد لديه السلطة، لا توجد لديه السلطة لحماية المتظاهرين أو حماية أي عراقي متظاهر أو غير متظاهر. نعم حضرتك. نعم. طيب أستاذ علي، يعني الفاعل بات معروفا للعراقيين والعالم، من يمنع محاسبته في هذه الحال؟ ألا تعتبر الحكومة بأجهزتها الأمنية شريكة في هذا الذنب أستاذ علي؟ نعم بالتأكيد أخي، بالتأكيد الحكومة مشتركة في تغييب الثوار الأبطال، ثوار تشرين الأحرار الذي طالبوا بعودة الحقوق إلى الشعب العراقي وعودة الإنسان العراقي كعراقي. هؤلاء أخي من إجوا للسلطة من سنة 2003، خلوا العراق يدور في فلك الميليشيات والعصابات ودولة لا قانون ودولة القتل والإرهاب المتمثلة في الميليشيات. أخي إحنا نطالب سياسيين الصدفة، الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد، نطالبهم بالكف عن قتلة المتظاهرين. المتظاهر أخي سلمي يطالب في حقوقه، لماذا هذا القتل، قتل المتظاهر السلمي أو تهديدهم عبر التواصل الاجتماعي وخطفهم، وبالتالي مثل حسين السجاد العراقي، وحسين نعم حضرتك اختفاء علي تشاسف. يعني علي تشاسف تعرف حضرتك، يعني إنسان ناشط طالب السلطات في بغداد التهمة الفاسدة في السلمية، لما نظهر في مدينة العمارة البطلة، شبابنا الأبطال الأحرار، كل شبابنا أبطال وأحرار سواء في السماوة أو في العمارة أو في بغداد، في كل محافظات العراق. ولكن أستاذ علي نعم. يعني هناك من يقول أن الحكومة هي عاجزة عن حماية نفسها، وذلك عندما قامت الميليشيات بالاستعراض في شوارع العراق، فكيف لها أن تحمي المتظاهرين؟ ما رأيكم في ذلك؟ نعم هو هذا اللي أريد ذكره لحضرتك. نعم. يعني اعتقال قاسم مصلح أظهر حقيقة الميليشيات اللي دائما أبواقها تطلع لنا في القنوات الصفراء، تقول لنا إحنا تحت سلطة القانون وإحنا تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة. لما تم اعتقال قاسم مصلح شفنا شلون طاوقوا المنطقة الخضراء. إذا هو الكاظمي أخي، إحنا ذكرنا في لقاءات مع حضرتك ومع الزملاء الآخرين، الكاظمي ما عنده قدرة يحمي نفسه. هذول أخي مجموعة عصابات إجت استولت على السلطة، هذول حامين نفسهم في المنطقة الخضراء وحامين فقط نفسهم بالميليشيات وبالعصابات اللي بنوها واللي ممولة أصلا هي من قبل النظام الإيراني وعلى هرم السلطة خامنئي. طيب. ممولة من هناك أخي، والكاظمي لا توجد لديه السلطة ولا أي شخص من هذول الطبقة اللي يسمون نفسهم إحنا الطبقة السياسية، هم طبقة سياسية فاسدة، ها؟ ما عندهم سلطة لحماية أنفسهم، كيف يحمون المتظاهر السلمي؟ دعك أخي من المتظاهر السلمي، كيف يحمون الإنسان العراقي البسيط؟ يعني كثير شفنا حضرتك كثير من المناسبات قتل المواطن العراقي في وضح النهار وعلى قرب من الأجهزة الأمنية. فكيف لهم
كيف للكاظمي أو الأحزاب الفاسدة، الكاظمي وجاء من الأحزاب الفاسدة. على ذكر الكاظمي أستاذ علي، على ذكر الكاظمي، نعم. يعني الكاظمي يشكل لجنة تلو الأخرى عند كل جريمة ترتكب ضد المتظاهرين والناشطين، ولكن لا وجود لأي نتائج تذكر حول نتيجة أو التحقيقات التي تجريها هذه اللجان. ما تفسيركم لذلك؟ تفسيرنا لهذا أخي، لا توجد لديه سلطة. هذا كل رمي الرماد بالعيون، يعني هذا لا توجد بيده سلطة. هذا يوعد الشعب أنه أنا شكلت لجنة. إحنا شفنا العديد من تشرين بتشكيل اللجان، وذكرنا لحضرتك والزملاء آخر لجنة هو شكلها وراح هو الكاظمي شخصيا، راح الفاتحة الشهيد الهاشمي ووعد أهله أنه هو ولي الدم. وين قتلت الشهيد الهاشمي أخي؟ وين قتلت صلاح العراقي مثلا أخي؟ والكثير من الأبطال الأحرار ثوار تشرين، وين هاي اللجان اللي شكلها؟ احنا ما نشوف لجان فقط بالإعلام، يطلع بالإعلام يقول شكلنا لجان، لكن هي هاي اللجان بالحقيقة لا توجد لديه أخي، لا توجد لدى الكاظمي قدرة على حماية العراقيين. ولا ليس فقط الكاظمي، لما أنا أذكر لحضرتك الكاظمي، كل هؤلاء اللي قابعين في المنطقة الخضراء لا توجد لديهم السلطة سوى لحماية أنفسهم وعوائلهم. وبالمناسبة هذا هم يقولوه في الإذاعات، يعني حضرتك أنت إعلامي وتشوف تشوف ملاحظ هاي الأمور، هم يقولون إحنا حمينا نحمي نفسنا ونحمي عوائلنا، وحولوا أخي العراق إلى بنك، وهذا البنك يتقاسموه بيناتهم. طيب للأسف. أستاذ علي، يعني الصحف العالمية كتبت عن التظاهرات التي جرت في تشرين الأول عام 2019، ولكن الصحف أيضا تكتب على سبيل المثال الحصر، صحيفة ناشيونال قالت موضوع اغتيال الناشطين تغلق بعبارة عناصر مسلحة مجهولة. يعني هنا لماذا تعمد الحكومة وحتى يعني الأمم، بعثت الأمم المتحدة في العراق إلى إضفاء صفة المجهول على القاتل، بينما الجميع يعرف من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أخي لأنه نرجع مرة ثانية وثالثة نكرر، لا توجد لدى هذه السلطة القابعة في المنطقة الخضراء، لا توجد لديها حلول لضبط القانون وسيادة القانون في العراق، لا توجد لدى هذه الطغمة الفاسدة في بغداد. هذول أخي عبارة، ولكن الكاظمي تعهد بحصر السلاح بيد الدولة عندما أتى إلى الحكم في أيار الماضي. نعم في أيار من عام 2020 عفوا. نعم حضرتك أنت شفت حضرتك في اعتقال قاسم مصلح، نعم. طاوقوا المنطقة الخضراء، وهناك تسجيل مسرب لأبو فدك يقول على الحشد أن يدخل إلى المنطقة ويستولي على السلطة. نعم. يعني وين الدولة؟ احنا معترفين، يعني احنا نقول ماكو دولة، ونرجع ونقول هذول مجموعة قتلة اجوا استولوا على السلطة واستولوا على مقدرات الشعب العراقي بقوة السلاح وقوة الاحتلال الامريكي الايراني. فلا توجد لدى المالكي اخي، والعفو لدى الكاظمي او المالكي او من قبل اياد علاوي، كل هذول اللي اجوا للسلطة لا توجد، سياسيين الصدفة، لا توجد لديهم القدرة على حماية أمن المواطن العراقي. نعم حضرتك. عبر سكاي من برلين الناشط السياسي العراقي علي الشعلان، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.